هذه بموجة ثالثة. شكيب من الربيع العربي، هل هي مرتقبة؟ هل هي معقولة خاصة في الوضع الحالي الإقليمي والدولي؟ لا، هو قصة يلزم، شوف الدكتور المرزوقي يلزم زادة إلى حد ما يقر أنه الموضوع ده خارج عن التوقعات، وما تنجمش توقع فما موجة ثانية ولا ثالثة، بدليل أنه الموجة الأولى كانت موجة مفاجأة وفاجأت الكل وفاجأت السياسيين أصلا في وقت، حتى محمد عبو لواحد كان يتوقع أنه بن علي سيغادر بمثل السهولة ذيك، بدليل أنه فما نقاط استفهام اليوم، صار انقلاب أبيض، صار الثورة، هل أنه ذاك هو اللي خلى بن علي أنه يغادر؟ تقديري أنه إذا بصير حاجة بصير حاجة مفاجأة ماكش متوقعها، ولكن الثورة المضادة تسلحت تجهزت كما يلزم لمنع موجات أخرى، خاصة من خلال موجة التطبيع العالي اللي على أجندتها أنه ما تصيرش ثورة أخرى ممكن تحمل حريات وديمقراطية في البلاد. المشكلة في التوقيت شكيب، أنت تحكي على التوقيت، لكن لفيا يعني باش تصير موجات مش يتحط على التوقيت ومش يعمل في البرومو سبور، هو قاعد يقول لك راه باش تجي وقتاش موضوع آخر، هذاك النقاش. سوفيان، عنا اليوم معطيات أو مؤشرات بعد التجربة متاع الثورات العربية نجم نحطوهم على الطاولة ونقولوا تيان